طيب بس خليني نتكلم ارجع طول تاني الوقت. بقى للحاجات الحلوه انت بتعمليها والفيديوز والامثله، الامثال الشعبيه الجميله اللي انا بحبها، يعني بحبها جدا. خليني اقول لك ايه اكتر الامثال الشعبيه اللي بيبقى فيه تفاعل مع من الناس معاكي على السوشيال ميديا؟ بصي، هي الفكره ان انا الامثال اللي بقولها مش كلها معروفه قوي. طب ما تديني مثل كده، مثلا حاجه مش مثل معروفه. هقول لك مثل مناسبه الاولاد. في مثل بيقول الولاد عايزين عين وحيل وقلب دايب. الولاد عايزين عين وحيل وقلب دايب. قلب دايب؟ أوكي. عين انت لازم تبقي مصحصحه طول الوقت، وحيل لازم عندك جهد. صحه عشان مجهود، وقلب دايب لازم تبقي حنينه. نعملها ازاي دي؟ بنعملها طبيعيه على فكره. هي طبيعيه، هي بالفطره موجوده طبيعيه. بس في ناس، مع يعني انا دايما بقول حتى ان الفتره بتاعتنا دي صعبه، لانه الامهات اللي هو احنا يعني دلوقتي انت بتجري في 7000 اتجاه غير زمان. زمان كانت الدنيا رايقه. انت عارفه انا لسه كنت بتكلم مع انتمتي امبارح في الموضوع ده، بقول لها يا ليه الحياه كده؟ الحياه بقت يعني، زمان كانوا بيشتغلوا وكانت الحياه برضو تحس ان رتم الحياه دلوقتي سريع، فحتى ما فيش وسيله يعني وسيله التواصل دلوقتي احنا ما بيننا وما بين بعض الموبايل. وده للاسف مش صح. يعني هقول لك ليه كمان. زي ما انت بتقولي الموبايل والسوشيال ميديا، انا دايما بقول الموضوع ده، انت الحاجات كلها، الحياه بقيتي لازم تبقي شخص فيري كومباتيتيف. يعني انت طول الوقت شايفه صاحبتي اللي دفعتي عملت مش عارفه بس لسه ما عملتوش، دي سافرت بس لسه ما سافرتش، دي راحت بس لسه ما عملتش. فطول الوقت بتجري عشان عايزه تحققي اللي انت بتشوفيه حواليكي. أيوة صح. فالموضوع بقى طول الوقت يعني كان في كده، مش فاكره في مثل في مسلسل او في فيلم، بيقول لك احنا طول الوقت يلا عشان نلحق. يا ايوه صح. مش هنلحق ايه؟ هنلحق ايه؟ وفي الاخر عايزه اقول لك بقى اللايف جول اللي كلنا عايزين نوصل له ايه؟ انك عايزه تستقري جنب البحر، يا في مزرعه صغيره، عايزه الحياه تبقى مريحه، عايزه ترجعي للطبيعه اللي هي اصلا الفطره. انا كنت منزله على الانستجرام من يومين، كل واحد يسالني سؤال، هو اسك كويستشن. فواحد سالني سؤال حد انا ما اعرفوش، بيقول لي نفسك تحققي ايه؟ تصدقي ما عرفتش ارد. والله ما عرفت ارد. معرف يعني عندي اكيد يعني معرفش حاجات، عندي حاجات كتير قوي 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 قوي. فقلت له والله ما قلت له فعلا ما عنديش رد. لان مهما توصلي الحاجه، احنا طبعا الانسان بطبعه طماع، خلينا نبقى متفقين طبعا. فلما توصلي الحاجه، ما انا بقى عايزه اتعلي. طب وصلنا الحاجه دي، طب ما يا سلام بقى لو خدت دي كمان. ف الرضا صح. الرضا على فكره صح. انا زي ما بقول لنفسي، انا دايما اقول ايه لينا لان كلنا. طبيعي ان احنا كلنا عندنا جانب فيه شر وفي جانب خير صح. الجانب الشر اكيد دايما لا اعملي وروحي وجيبي. ما هو حلو ان احنا يبقى عندنا طموح طبعاً. ونمشي ونكبر، بس في وقت لازم تاخديه. يعني انا حتى مع جميله بقول لها القصه دي، جميله اللي هي بنتي. يعني في وقت مثلا احنا مع بعض، في وقت طبعا في الشغل، وفي وقت بقول لها وقتي بتاعي صح، محتاجه مش هعمل حاجه بس انا محتاجه افصل صح، مش عايزه اتكلم شويه. طبعا ده اوقات بيبقى بالنسبه لها مش الطف حاجه، بس هي بعلمها انه كل واحد لازم يبقى ليه الوقت بتاعه. بتعلميها كمان ان انت لما هي ان شاء الله ربنا يكرمها وتكبر، ما تبقاش حياتها كلها صحابها زي ما بنشوف دلوقتي. لا، في وقت لجوزها، في وقت لصحابها، في وقت لمامتها وباباها، في وقت لشغلها. فيعني انا والله يا جماعه اتمنى ان احنا نرجع ايام زمان، ايام ستي فعلا. أيوة. والله كانت ايام جميله. أيوة. وايام حلوه وكل حاجه كانت طبيعيه. كل حاجه كانت طبيعيه. يعني انا عايز اقول لك لحد ما جدتي الله يرحمها توفت، هي ما كانتش بتعاني من اي مرض لحد ما الفتره الاخيره اللي تعبت فيها. يعني ما كانش عندها ولا ضغط ولا سكر ولا حاجه من الحاجات دي. ليه؟ هي ما بتاكلش غير الحاجات الطبيعيه. طبيعي. السمنه البلدي، الحاجات الطبيعيه، الفراخ اللي مش عارفه متربيه في البيت، يعني البطه اللي يعني هم الجيل ده كله كان كده. احنا معانا عمرو حلمي في المطبخ بيعمل والله كل حاجات. أيوة. بقى بالسمنه والحاجات الحاجات تحفة. الحلوه دي. نسمة، انا كنت يعني مبسوطه جدا والله العظيم، ما عايزه الفقره تخلص بجد، مبسوطه وحياه ربنا. والله يعني كمان بجد كنت جداً. سعيده جدا جدا بوجودك، وتوعدينا ان احنا نعمل بقى سلسله حلقات، يعني يا ستي مره كل شهر إن شاء الله. نتكلم عن حاجه معينه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا نسمة مدحت الكاتبه والحكايه. بشكرك. ميرسي. فكرة جميلة والله بجد، ويعني حسيت ان انا رجعت بروحي كده لزمان شوية. احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو وهنا.